السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنتج اللي معانا النهاردة قنبلة بمعنى الكلمة، مش ممكن يكون موجود عند أي حد غير عندنا، والخامة مفاجأة. المنتج اللي معانا النهاردة كنبة فرداني ومعاها 3 مناديل، تقدري تشكلي الركنة بتاعتك زي ما انت عايزة مهما كان مقاسها، أو كمان لو عندك كنبة فرداني تقدري تفرشيها وتغيري شكلها وتخليها أكنها لسه جديدة. وبما ان المنتج كنبة واحدة ومعاها 3 مناديل، فممكن تشكلي في الالوان او ممكن تاخدي سادة ومشجر زي ما تحبي، وممكن تقدري تعملي اشكال كتير تغيري بيها شكل ركنتك تخليها اكنها لسه جديد. استنوني في الفيديوهات اللي جاية، هنجيب اشكال من الطبيعة ونفرشها تعرفي تختاري منها. تعالوا معايا اشرح لكم المنتج بتاع النهاردة. المنتج اللي معايا النهاردة كفر كنبة فرداني ومعاها 3 مناديل. الخامة كابوتينيه تقيل 3 طبقات، والظهر بتاعها قماش، يعني زي ما بيقولوا كده غسيل ولبس. تعالوا نعرف مع بعض المقاسات. مقاس الكفر اللي معانا طولها بيتراوح من 1.90 متر ل2 متر، وعرضها بيتراوح من 85 ل90 سنتي. نفرشها بقى ازاي؟ الكنبة اللي قدامنا دي طولها 1.5 متر، احتجت فيها كفر واحد بس، او كمان تقدري تفرشي بيها كنبة وجنبها كرسي او زاوية. الكنبة اللي قدامنا دي طولها 1.20 متر، والزاوية طولها 70 متر، والاتنين مع بعض طولهم 1.90 متر، فرشتهم بكفر واحد بس. بعد كده معايا المنديل. المنديل 50 × 50، مقاسه كبير ومرتاح. ممكن تحطيه من فوق بالشكل ده او على يد الركنة بالشكل ده، وكمان متاح انك تطلبي عدد مناديل زيادة لو عايزة. تعالي نتفرج مع بعض على الالوان. الوانه كلها مبهجة وجميلة.